أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: وفي الجملة، وهذا كلام نفيس من الأشياء التي ينبغي استظهارها وحفظها، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يقول: من عدل عن مذاهب السلف، الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن، ولذلك ليش صار ابن جرير إمام المفسرين؟ يا أخواني، هذا التفسير الذي كثيرا من الأخوة زهدوا فيه، هذا من أحسن، وتفسير ابن كثير من أفضل كتب التفسير. ليه؟ لأنهم ما خرجوا عن أقوال السلف، ما خرجوا عن أقوال السلف، ولم يخلطوا في التفسير غيره من المعتقدات، ولذلك تجد القراءة فيه جميلة. وكما أشار معالي الشيخ قبل في كلمته التي تحفي هذه الدورة، عمدة التفسير، أنا أقول لطلبة العلم عليكم بهذا الكتاب، فهو عمدة حقيقة، عمدة التفسير لأحمد شاكر الذي اختصر به تفسير ابن كثير، حقيقة اسم على مسمى، عمدة في التفسير، عمدة التفسير. ولذلك أنا أنصح طلاب العلم الذي يريد أن يجعل له متنا يقرأ فيه باستمرار، أن يجعل عمدة التفسير له كتابا، لأن ربما يقرأ إنسان في تفسير ابن كثير طويل، بعض الروايات يذكر لها 14 طرق، وهذا يحتاج إلى نفس متخصص من المحدثين، وربما يمل ويخلط، لكن أتى بأحمد شاكر وهو محدث، أتى بما يحتاج إليه طالب علم التفسير. قال: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب بعد الاستطراد الطويل هذا، وسألخص لكم في نهاية هذا المجلس إن شاء الله تعالى، سألخص لكم هذا الفصل بنقاط. قال: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلة وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قوله وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول. ليش أخطأ في الدليل والمدلول؟ أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به، وأخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. يقول: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية. ما في أحد يا أخواني يذكر قول ويخالف السلف إلا من أجل شبهة، كما مثلا أرادوا تنزيه الله عز وجل فأنكروا صفات الله تبارك وتعالى، أتوا إلى أحاديث الوعد والوعيد فأجروها على ظاهرها وكفروا بها، ولم ينظروا إلى بقية النصوص الأخرى، أحاديث الشفاعة وغيرها. والمقصود هنا، يقول شيخ الإسلام، هذا لما يستطرد هذا البحر، هذا البحر الهائج من العلم، لما يتكلم يحاول بقدر المستطاع أن يردك إلى ما يريد. يقول: والمقصود هنا التنبيه، مجرد التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. وبالتالي يقول لك شيخ الإسلام: لا تقرأ في كتب المبتدع إلا وأنت عارف بأصول بدعتهم، حتى لا يصل إليك فهم هذه الآية فهما
أنت قصدك ماذا يريد يا أخواني؟ ماذا يريد الناظر في التفسير؟ ماذا هدفه؟ هدفه هو فهم القرآن، أليس كذلك؟ هو يريد فقط أن يفهم القرآن. طيب، إذا أتيت بفهم القرآن عن طريق أصول مذهب المعتزلة فستبهمه عن طريق مذهب عن طريق أصولهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام: انتبه، مثار ذلك أن من أعظم أسباب الخلاف في التفسير والاختلاف أهل البدع. وإلا التفسير يقول شيخ الإسلام سهل، هو يعني كأنه يقول لك عليك بتفسير السلف. طيب تقول أن تفسير السلف مختلف، يقول لك لا، أغلبه اختلاف تنوع. وأذكر لك القواعد. إذن أصبحت علم التفسير سهل ولا صعب يا أخواني؟ سهل يسير، لكن أين طلابه؟ سهل يسير بحمد الله تبارك وتعالى، لكن أهم شيء أن تتقن ما يقوله وتنتبه لما يقوله شيخ الإسلام. يقول: فمن أصول العلم بذلك، يقول أصول العلم بهذا الشيء، أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح حديث وتفسير المتأخرين من جنس ما وقع. يقول: كذلك أهل البدع فسروا الحديث النبوي وحملوا أتوا بهذه المعاني التي اعتقدوها كما فعلوا كذلك في تفسير القرآن. يقول لك شيخ الإسلام: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة. المعنى هذا الذي ذكروه صحيح، لكن القرآن لا يدل عليه بحال، والأمثلة تقدمت لما يقول أشداء على الكفار إيش؟ عمر. المعنى صحيح ولا لا؟ عمر شديد على الكفار، لكن هل القرآن دل على أنه عمر المراد هنا؟ لا. يقول لك: مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. حقائق التفسير هذا مخطوط، تفسير أبي عبد الرحمن السلمي مليء بالطوام، وقد اطلعت على مواضع من تفسيره وفيها أشياء كثيرة جدا، حتى قال الإمام أبو الحسن الواحدي: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر، لأن فيه من الطوام الشيء الكثير. وقد نقل عن أبي عبد الرحمن السلمي الثعلبي كثيرا في تفسيره، وضمن كثيرا من أقاويله، وما يذكره أبو عبد الرحمن السلفي هناك معان باطلة أصلا، وهناك معان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. ولذلك قال شيخ الإسلام: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميع، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا، الذي قصدوه فاسدا. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وسألخصه لكم بالنقاط التالية لطوله. سألخص لكم هذا الفصل الذي تعرض له شيخ الإسلام بالنقاط التالية: أولاً، أن الخطأ في الاستدلال من جهتين، هذا ملخص للفصل الرابع من هذه المقدمة، أن الخطأ في الاستدلال من جهتين لا توجدان في تفسير السلف، وهاتان الجهتان هما: الأولى قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهؤلاء كان نظرهم إلى المعنى أسبق، وهم صنفان. الجهة الأولى صنفان: الصنف الأول من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، والصنف الثاني من يحمل ألفاظ القرآن على ما لم تدل عليه ولم يرد به. وهؤلاء سواء الصنف الأول أو الصنف الثاني قد يكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون خطأهم في الدليل لا المدلول. من أمثلة ذلك تفاسير طوائف البدع
كالخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية. الجهة الثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، وهؤلاء نظرهم إلى اللفظ أسبق. وهم أصناف: الصنف الأول صنف من لم يعتبر بالمصطلحات الشرعية، وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن الحقائق الشرعية والحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. الثاني عدم الاعتماد على الملابسات التي تحدد المدلول العربي المراد به، والاعتبار بتفسير السلف العارفين به حال نزوله. الثالث الدعوة إلى تفسير القرآن باعتباره نصاً عربياً دون النظر إلى سياقه وما يحتف به. هذا هو ملخص ما طرحه شيخ الإسلام في هذا الفصل. بقي علينا بحمد الله عز وجل الفصل الخامس والأخير في هذه المقدمة، وهو اشتمل على طرق التفسير. ثم ختم شيخ الإسلام هذه المقدمة بخاتمة سنتكلم عنها. يقول شيخ الإسلام: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ الآن شيخ الإسلام في هذه المقدمة بيّن لك أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، ثم بيّن لك أن الخلاف الواقع في التفسير اختلاف تنوع الاختلاف تضاد، وأن اختلاف التضاد قليل، ثم بيّن لك الخلاف الواقع في التفسير في المؤلفات التفسير الذي مستنده النقل، ثم بيّن لك الخلاف الواقع الذي مستنده الاستدلال. كأنك قلت له: إذا ما أحسن طرق التفسير؟ ما هي الطريقة المثلى التي أستطيع بها أن أفسر القرآن وأفهم القرآن الفهم الصحيح بدون الدخول في هذه الأشياء؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا يا أخواني هو الطريق الأول من طرق التفسير الصحيحة أو الحسنة، بل كما سماها شيخ الإسلام أحسن طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن. طيب، ما معنى تفسير القرآن بالقرآن؟ هو بيان القرآن بالقرآن. أنا أسألكم: الله الصمد، ما هو الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد، فسره القرآن. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. إذن أحسن شيء أن نفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن، أي بيان القرآن بالقرآن. وطريق الوصول إلى هذا طريقان: أول شيء الوحي، وله صورتان: ما جاء صريحاً وواضحاً في القرآن نفسه، ما جاء صريحاً وواضحاً في القرآن نفسه كما مثلت لكم قبل قليل في تفسير الصمد وفي تفسير الطارق، هذا واضح جداً. الصورة الثانية: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل تفسير القرآن بالقرآن. مثال ذلك لما نزلت آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة عرفوا هذا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شق ذلك على أصحابه، هم يريدون الأمن ويريدون الاهتداء الذي به ختمت الآية، لكن هذه الآية شقت على الصحابة كثيرا. ليه؟ لأنه لا يمكن أحد ما يظلم نفسه، صح ولا لا يا أخواني؟ قالوا: وأينا لا يظلم نفسه بالمعصية حتى بصغائر الذنوب. فماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه كما، ليس كما تقولون، إنه كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل يا أخواني؟ فسر آية الأنعام بآية لقمان. الصحابة فهموا من آية الأنعام مطلق الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا الظلم يراد به أعظمه فقط، وهو الشرك فحسب. إن الشرك لظلم عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل تفسير القرآن من القرآن. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم هنا؟ سورة النساء مذكور: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن يا أخواني، يقول شيخ الإسلام: أحسن الطرق أن تفسر القرآن بالقرآن. وهذا في شيء واضح، أحياناً يكون القرآن تفسير واضح الذي هو دائماً في السياق، وأحياناً يكون التفسير يحتاج إلى إعمال ذهن. طيب، أين نجد تفسير القرآن بالقرآن؟ نجده في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى التفسير النبوي. ما ذكر عن الصحابة، الصحابة استعملوا هذا الطريق كثيراً، وأشهر من استعمل تفسير القرآن بالقرآن هو حبر الأمة عبد الله بن عباس. التابعون استعملوا هذا الطريق. طيب، الشنقيطي رحمه الله، ما اسم كتابه؟ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ولذلك بعض الأخوة يقول: أنا بحثت في تفسير الشنقيطي ما لقيت يا أخي مفسر الآية هذه، أكيد في سقط في الكتاب. ما في سقط، لكن الشنقيطي رحمه الله التزم بتفسير كل آية لها آية تفسيرها أو مرتبطة بحكم فقهي، لها حكم فقهي. أما بقية الآيات ما فسرها الشنقيطي رحمه الله. طيب، ما أوجه تفسير القرآن من القرآن؟ الوجه الأول ما ذكره شيخ الإسلام: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، واختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وعلى هذا قصص القرآن، يعني قصة موسى يا أخواني في النازعات مختصرة جدا، أليس كذلك؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس؟ لا يتجاوز بضع آيات. طيب، قصة موسى في سورة الإعراف قصة مبسوطة فيها تفاصيل ما أجمل في سورة النازعات، فأنت فسر ما أجمل في سورة النازعات بما ذكر في سورة الأعراف أو سورة القصص. واضح يا جماعة؟ الوجه الثاني حمل العام على الخاص. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ على عدة من المتوفى عنها زوجها، عدتها ماذا؟ أربعة أشهر، وهي عامة في الحامل والحائل، لكنها خصت هذه الآية بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا تفسير القرآن بالقرآن، فحملت العام على الخاص، فسرت به. حمل المجمل على المبين. قال الله عز وجل:
في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات. طيب، الكلمات هنا مجملة ولا مفسرة؟ مجملة. فسرت في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، روي ذلك عن مجاهد وقتادة وابن زيد. فالكلمات المجملة في البقرة فسرت بسورة الأعراف. حمل المطلق على المقيد: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب، الدم هنا مطلق، فإذا محرم أي دم، لكنه قيد بماذا؟ بالمسفوح في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أي ليس كل دم. من الأشياء المهمة يا أخواني تفسير الألفاظ الغريبة في القرآن: لنرسل عليهم حجارة من سجيل. إيش معنى سجيل؟ غريبة. نفس القصة هذه وردت بلفظ آخر: لنرسل عليهم حجارة من طين. فنفسر السجيل بماذا؟ بالطين. ومن أراد مزيد بيان من تفسير القرآن والقرآن فلي رسالة قرابة 70 صفحة اسمها تفسير القرآن بالقرآن، دراسة تفصيلية بيّنت فيها ما يقرب من 19 وجهاً من أوجه تفسير القرآن بالقرآن مع الأمثلة. طيب، يقول شيخ الإسلام: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. يقول شيخ الإسلام: ليس هذا موضع ذلك. إذن الطريق الثاني من طرق التفسير هو تفسير القرآن بالسنة. يعني معنى هذا أن القرآن لم يفسر القرآن كاملا، هناك مواضع فسر فيها القرآن، والناظر في تفسير ابن كثير يجد كثيرا ما يقول: وهو كما قال تعالى، وهو كما قال تعالى. هذا بحر في عند ابن كثير في تفسير القرآن، لكن مع ذلك موجود كثير من الآيات لا يوجد لها تفسير في القرآن. إذن أين تجدها؟ في السنة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. السنة، قال شيخ الإسلام في الفتاوى: السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. طيب، أتذكرون في المجلس الأول لما قال شيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن ألفاظه، وقلنا أن شيخ الإسلام لا يقصد أنه بيّن القرآن بياناً قولياً آية آية؟ هذا صحيح. ما الذي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني؟ نقول بيّن ما يلي: المعاني الضرورية التي لا تحتمل التأخير، بيان ما لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى ذلك ما أشكل على الصحابة رضي الله عنه، أما ما سوى ذلك فترك للناس عقوله. والسنة يا أخواني مع القرآن على 3 أوجه: إما أن توافق القرآن وهذا من توارد الأدلة، أو تبينه وسيأتي أمثلة لذلك وهو تفسير القرآن بالسنة، أو تزيد عليه، أو تزيد على القرآن مثل تحريم نكاح العمة والخالة إلى غير ذلك. أما ما الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فقد تكلمنا عنه في المجلس الأول. طيب، هل هناك فرق يا أخواني بين التفسير النبوي والتفسير بالسنة؟
يعني ما هو الفرق بينهما؟ أحسنت. التفسير النبوي يا أخواني هو التفسير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تفسيره الظلم بالشرك. أما التفسير بالسنة فهو استعمال المفسر للسنة في تفسير القرآن، فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ولا لا. فالتفسير بالسنة أوسع من التفسير النبوي. التفسير بالسنة هو أن يأتي مفسر أو عالم فيستخدم هذا الحديث لتفسير هذه الآية كما سيأتي، مثل إزالة اللبس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. عائشة رضي الله عنها قالت: الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك إيش؟ العرض. هذا تفسير بالسنة ولا تفسير نبوي؟ كلاهما هو تفسير نبوي وهو من أقسام التفسير بالسنة. طيب، حديث تخصيص العام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الحديث الذي أورناه قبل قليل، هذا تفسير نبوي ولا تفسير بالسنة؟ كلاهما تفسير بالسنة وهو تفسير نبوي. طيب، تقييد المطلق: قال الله عز وجل في سورة النساء: من بعد وصية توصون بها أو دين. وصية هنا مطلقة، يعني أن التركة لا توزع إلا بعد أول شيء قضاء الدين، ثم إيش؟ ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة التركة. أي ميت يبدأ بهذه الأشياء أول شيء. واحد يقول: لا يا أخي، الله قدم الوصية قبل الدين، الله قال توصون بها، أول شيء ننفذ الوصية ثم نسدد الدين ثم نقسم التركة. يقول: لا، إنما قدمت الوصية هنا، وهذا فائدة، لأنها يقول ليس لها مطالب، حظ الفقراء. أما الدين بيطرق الباب ويلجأ إلى المحاكم حتى يأخذ دينه ولا لا، ولذلك قدمت. وإلا الأصل أول ما يقضى من تركة الميت سداد دينه، وهذه مسؤولية الورثة. كثير من الورثة يا أخواني يفرطون في هذا الباب. ثم تنفيذ وصيته، هذه الوصية مطلقة في هذه الآية. طيب، واحد أوصى بكل ماله يصح؟ نقول: لا، الوصية هنا مقيدة بماذا؟ بالثلث، كما في حديث سعد بن وقاص، أليس كذلك؟ قال: الثلث والثلث كثير. هذا التقييد يا أخواني تفسير نبوي ولا تفسير بالسنة؟ بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إلى هذه الآية وقيدها، لكن الذي قيدها هم أهل العلم، فهم استعملوا السنة في تقييد هذه الوصية المطلقة بالمقيدة بالحديث النبوي. طيب، تفصيل المجمل مثل قول عز وجل: أقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. بيان المراد باللفظ، هذا من أنواع تفسير القرآن بالسنة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. باقي مسألة من صور تفسير القرآن بالسنة، وهي نسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة، هل القرآن ينسخ القرآن لأنه متواتر بمتواتر؟ هل السنة تنسخ القرآن؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال أذكرها لكم مختصرة. القول الأول: جواز نسخ القرآن بالسنة. الثاني: عدم جواز نسخ القرآن بالسنة. القول الثالث: التفريق بين السنة المتواترة وبين السنة الأحادية، فجوزوها في المتواترة لأنها القرآن متواتر والسنة متواترة، فقالوا ينسخ هذا بها. أما غير متواتر فلا تستطيع السنة أن تنسخ القرآن. وهذه المسألة مبسوطة في كتب أصول الفقه، ليس هذا محل تقريرها. لكن الذي أحب لكم أن أقرر، أحب أن أقرر لكم أن هذه المسألة يا أخواني على طول ما بحثت في كتب أصول الفقه لا وجود لها في الواقع، وليس لها مثال صحيح، ليس لهذه المسألة مثال صحيح.
ولذلك تتبع العلماء رحمه كل ما قيل بنسخ القرآن بالسنة وأجابوا عنه، وجدوا أن الناسخ إما أنه لا يصح النسخ أو أن الناسخ قرآن، مثل قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا وعدل. قيل أنها منسوخة بحديث لا وصية لوارث ولا يسلم ذلك، فإن الصواب أن هذه الآية نسخت بآية المواريث في سورة النساء بدليل الحديث نفسه: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني ماذا؟ آيات المواريث فلا وصية لوارث. فالناسخ حقيقة من هو؟ القرآن. أوردت هذه المسألة ليبين لكم يا أخواني أن العلماء تتبعوا، من أهل العرفان ذكر 20 مثال وأجاب عنها. إذن هذه المسألة لا يوجد لها مثال صحيح، وإلا مذكورة الأمثلة في كتب أصول الفقه. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.